يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتريت بعد النداء الثاني أكلا، إذا اشتريت بعد النداء الثاني للجمعة أكلا، فهل يحرم أن أكله أم ماذا يكون حكمه؟ هذا لا يجوز إلا عند الضرورة، عند الضرورة ليخشى عليه من الموت من الجوع يشتري ما يبقي عليه حياته. والواجب أنه تغلق المطاعم، منين لقيت هذا الطعام؟ هذا المفروض أن المطاعم تغلق ولا يكون هناك مطاعم مفتوحة. نعم.